ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه ما حرصت على الإمارة إلا يومئذ؟ لحرصه على الخير، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فعمر تطلع إلى هذا الفضل، ما يريد الإمارة وإنما يريد هذا الفضل، وهو نيل محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.